هلا والله، كيفكم؟ شخباركم اليوم؟ مقطعنا عن اعلانات المشاهير. راح نختار كم مشهور ونطلب مثل طلبهم، وراح نقيم كل اعلان ونشوف ردة فعلنا هل مثلهم او لا. ويلا نروح للمشهور الاول. واو، لذيذة لذيذ قوة. أخيرا دانك فتح بالرياض، أكثر مطعم تكرر اسمه من أهل جدة، تكرر بشكل مجنون وأنا متحمس له، متحمس للفيلي ستيك حقه. أنا حاطه لك بالبوكس هذا الحلو، أخذت ستيك، نفتح بالستيك. الله يا ساتر، يا الجبنة، يوه 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 من الداخل. بسم الله. واو، لذيذة لذيذ قوة، شيء مجنون. الخبزة حلوة، الجبنة اللي عليها حلوة، اللحمة حلوة. ايش في العصارة اللي الحين موجودة؟ تعرفون ما اقول لذيذ قوة على عيشة، هذه لذيذ قوة 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 قوة. بس ستيك شيء مجنون، ألذ فيلي تشيز ستيك بذوقه، شيء فنان، شيء لذيذ قوة. مثل ما شفتوا هذا هو المطعم، اسمه دانك. طلبنا مثل المشهور ابو خالد. طيب جايبين مناديل ووايبس وصوصات. نشوف هذا هو الفلستيك، شوف شكله. راح نشوف هل هو مثل مدحة وردة فعله او لا. نشوف الجبنة كيف تمط. طبعا الخبزة هم مسوينها عندهم، ريحتها صراحة تشهي مرة. يا سلام يا سلام، صراحة أغراء. بسم الله ندوق. صراحة حبيتها مرة، الخبزة مسوية دور يجنن، مرة يجنن. ودي أخليكم تشوفون شلون اللحمة، كأنها لحم مفروم، يعني مرة سهلة في الأكل، مو قادرة أوقف صراحة، لذيذ مرة. خلنا نجرب الفرايز. حلوة متبلة. طبعا سعر الساندويش بس لحالة ب30 ريال، بس الوجبة ب36 ريال. شوف الصوص الأخضر هذا جامع، ما عرفت وشو، ممكن يكون صوص أفوكادو، ما أدري يعني، ومع كذا شيء. في طعم فلفل أخضر بس ما أدري يعني وش، بس حلو يعني. نشوف الصوص الثاني. حلو هذا، سبايسي أكثر من الأخضر، بس يعني نكهته قدقتها يعني حلوة. المهم الساندويتش لا تتعدونه، لذيذ مرة لذيذ. هذا المطعم جاي من جدة، يعني ما أدري يعني من كثر ما هو توه جديد، ما أدري كم صار لم يعني فاتح، بس تدخلون المحل ريحة بوية وزحمة زحمة، ما عرفت أصور المحل من داخل. وبس خلاص الحمد لله خلصنا، ونروح للمشهورة اللي بعده. هذا المطعم أغلى شيء فيه ب10 ريال بس، مطعم الست، ذكرني بأسعار أول وأرخص بعد. طبعا عندهم 4 أقسام، أول واحد فرن الست، وساندوتشات المشاوي، وساندوتشات الهندي، وطبعا الشاورما. أغلى شيء عندهم شاورما الاختيار ب10 ريال و75 هللة، أغلى شيء في المشاوي ب7 ريال و80 هللة. تخيلين ساندويتش تكة ب6 ريال. مدحون عندهم العكاوي مرة. وصلت الساندويتشات، خلونا نبدأ بالعكاوي. هذه الختيار اللي أغلى شيء عندهم ب10 ريال. وهذا الشيش طاووق، هالصحن البطاطس كله سعره 6.5 ريال بس. طبعا مطعم الست موجود على أنس بن مالك، بدون مبالغة من ألذ مطاعم المشويات والشاورما، جدا لذيذ وأسعاره حلوة.
اوكي ثاني مطعم مثل ما شفتوا من المشهور متعب العريفي. انا متحمسه مره على ساندويتش العكاوي. شفتوا المطه كيف؟ انا صراحه ادوخ. عكاوي ولا عكاوي؟ ما ادري. اتوقع عكاوي. المهم عكاوي. شوفوا يعني شوفوا شلون الجبنه يعني واضح انها بتمط مط. انا ابيها تمط، اذا مطت برتاح نفسيا. شوف يوه. اوكي بعد ما نظفنا اللي صار هنشوف بتمط ولا باقي. بسم الله. سلام. بسم الله. طعمها مثل ساندويش ساندويش العكاوي. عكاوي هذيك حلوم نفس الشيء نفس الطعم. المهم هذا مسميها عكاوي وهذاك حلومي، بس صراحة نفس الطعم. بالنسبة لي الخبز هذا أحلى من حق ماما نورة. حق ماما نورة كذا صعب في الأكل يعني ويبس بسرعة. أخذتي من محل وكلتي زي كذا ولا؟ توصيل أكيد يبس. هذا ما راح يبس. واضح الخبز هذا ما راح يبس. شفاتي ذا؟ حبيتها مرة عجبتني. نشوف الساندويتش اللي بعده. ما شاء الله ثقيل. طيب ثاني ساندويتش هو اسمه الختيار بعشرة ريال. شوف شو شكلها. ان شاء الله انها لذيذة. فيها خضار غريبة، الدجاج فيها خضار. يلا بسم الله. بالنسبة لي انا حلوة بس انا ما ناسبتني. انا ما احب الثوم، ما عجبني. جرب ثوم. انا ما عجبتني. A few moments later. شبابات شاورما. يعني هي حلوة ممكن تعجبكم بس انا ما احب طعم الثوم هذا، انا ما يعجبني. كان ودنا والله نجرب ساندويش الشيش طاووق بس حسينا انه ما ودنا. كان ودنا بس ما ودنا. اي كان ودنا بس ما ودنا صراحه الشيش طاووق. بس خلاص الحمد لله يلا نروح للمشهور اللي بعده. انا اموت بالتشيز كيك، احبه بشكل ما تتوقعون. اذا شفت تشيز كيك اي حلا ثاني ما عاد اشوفه، لدرجه اني لي سنين ادور وين افضل تشيز كيك في الرياض ايا كان اذا اسر منتج او محل حلويات. وببداها من نوليا لاني قد جربته قبل وعجبني الصراحه. ببداها بالاصلي. بسم الله. ما ادري واضح لكم التشيز ولا لا لكنه طيب. قهوة سعودية. لا لذيذة. شخصيا اشوف هذه افضل سلسلة بسويها، بنبسط عليها بشكل. اكتبوا لي تحت وش افضل محلات تسوي تشيز كيك. ومثل ما شفتوا اخر شيء معنا هو تشيز كيك من بيكري نوليا من المشهور سعد ريفيوز. شوفوا شكله صراحة شكله يشهي يعني. أنا صراحة أغراني في المقطع، فإن شاء الله يكون نفس شكله حلو. بسم الله. هلا واحدة ثانية للتأكيد. صراحة لذيذ بس يحتاج يكون بارد زيادة. أحس التشيز اللي جوا يعني دافي أو مثلا مو مرة برودة، يعني الواحد يستمتع فيه لأن صار مرة بارد. أنتو إيش رأيك؟ أتوقع قصدك إنه مو متماسك يعني كريمي زيادة. كريمي أو إنه يعني يحتاج برودة أعلى يعني. يعني الصوص حلو، حموضته حلوة، كل شيء برضو البسكوت حلو، كل شيء صراحة فيه حلو. رأيك يعني في أحلى ولا؟ ما أدري. ترجع له؟ نرجع له؟ هذا أكثر. حلو. ولو اشتهينا تشيز كيك ممكن نرجع له. ها؟ سعره؟ ما أدري والله حسبته بس. برجع أكتب لكم سعره هنا. بكذا خلصنا ثلاث اعلانات للمشاهير
وجاء وقت اننا نشوف وش الاحسن من بينهم. بالنسبة لي راح نبدأ من المركز الاخير، قيل اعجاب اعلان، اللي هو مطعم الست. هو مطعم عادي حلو، عجبتني الحلوم وكل شيء، بس الشاورما ما حبيتها، يعني الشاورما اللي هو الختيار، يعني ممكن اي احد ثاني يحبه بس هذا رايي انا الشخصي. ثاني اعلان عجبني وهو التشيز كيك، صراحه مره لذيذ. اي احد يبي تشيز كيك وده بتشيز كيك لا يفوته، جربوه يستحق التجربه. الاعلان اللي اخذ المركز الاول وهو مطعم دانك، صراحة يجنن. تبون ألذ ساندويتش فيلي ستيك؟ صراحة جربوه. وبس والله، وبكذا وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم المقطع لا تنسون تسوون لايك وتشتركون في القناة. مع السلامة.